بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله. نستكمل سويا مدارسة كتاب التنوير في إسقاط التدبير لسيدي ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه. وكنا وقفنا عند أمثلة، ولفصل نذكر فيه أمثلة التدبير مع الله تعالى والمدبرين معه وأمثلة الرزق وضمان الحق له، فإن بالمثال يتبين الحال. يعني الكلام اللي فات كان كلام نظري ربما لا يفهمه كثير من الناس أو يصعب فهمه، لا سيما إن الكلام عن أمور ذوقية، أمور قلبية، أمور صفية، فإدراكها يمكن حضراتكم لاحظتم انه في بداية الحلقات كان تقريبا في نهاية كل حلقة بيأتي نفس السؤال. وبنجاوب بنفس الإجابة. ليه؟ لان الامر كان خفيا. فالأمثلة التي يذكرها الشيخ هنا بعدما قرر في المسألة، وإنه ينبغي على المسلم أن يسقط التدبير، وأورد الآيات والأحاديث والحكم والأقوال المأثورة والمعاني اللطيفة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على هذه المسألة، بيذكر الآن بعض الأمثلة التي تقرب المسألة من الفهم. فيقول: مثل المدبر مع الله كمن بنى بناء على شاطئ البحر، كلما اجتهد في بنائه كرت عليه الأمواج فيتداعى في جميع أنحائه. كذلك المدبر مع الله يبني مباني التدبير وتهدمها واردات المقادير. يبقى واحد بيبني على البحر بيت، تيجي الأمواج وتهدله البيت ده. يعني الشيخ عايز يقول لك إنه تدبيرك مع الله عز وجل لن ينفعك، فبالتالي ماذا تفعل؟ تترك له سبحانه هذه المسألة، مسألة أن يدبر هو لك أمرك. هل معنى كده إني ما خدش بالأسباب؟ لا، باخد بالأسباب. طيب، خدت بالأسباب وبنيت البيت وبعدين اتهد زي ما الشيخ بيقول كده. أسألك بقى، حال القلب عامل إيه؟ إذا كان حال القلب هو انتظار رحمات الله سبحانه وتعالى وانتظار الفرج من الله وانتظار العوض من الله وانتظار الرحمة من الله مع الصبر واللزوم وكف اللسان عن الشكوى أو التشكي أو عدم الرضا عن الله أو التسخط للأقدار، فأنت فزت. القلب مطمئن، أنت فزت.
لأجل ذلك قيل يدبر الأمر والقضاء يضحك. وكلنا بالمناسبة سيسري علينا هذا الأمر. هات كده أي واحد مات، لو قدر لنا إن إحنا نعمل حوار مع أي حد مات، يقول لك قبل ما أموت بسنة أو قبل ما أموت بشهر أو قبل ما أموت بيوم كان عندي خطط، خطط كتير أوي 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 ومرتب لها، يعني هعمل كذا وهروح كذا والشهر اللي جاي كذا والشهر اللي بعديه كذا والسنة الجاية بقى إن شاء الله يكون ربنا كرمني عشان أعمل كذا، ثم يأتي الموت ويهدم كل هذا. قال الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. مثال آخر: مثل التدبير مع الله كرجل جاء إلى رمال متراكمة فوضع عليها بناءه، فجاءت العواصف فنسفت الرمال فهدم ما بنى. يعني واحد بنى البناء مش على أرض صلبة، ولكن بناه على رمال خفيفة، فلما جاءت العواصف هدمت هذا البيت، كما قيل: وعهودهم بالرمل قد درست، ولذاك لا يبنى على الرمل. درست يعني اختفت، ولذلك لا يبنى على الرمل. فأنت تدبيرك هو بناء في الرمال، هذا ما يقول الشيخ. طب بنستفيد إيه بقى من الكلام ده؟ ما الذي يفيدنا هذا الشيء؟ يفيدك إن تدبيرك حرق طاقة على الفاضي. لما تقعد كده تهري في نفسك تقول أيوة وكذا كذا وكذا وكذا، وقلبك يبقى مشغول، فأنت تبني بيتا على الرمال. ماذا نفعل؟ هنكرر تاني ونقول: فقط تأخذ بالأسباب وتتفرج على فعل الله سبحانه وتعالى. بس انت ايه، كأنك بالضبط زي ما قلنا من شوية، كأنك تشاهد فيلما، تتفرج على فعل الله فيك من غير ما تكون انت جزء، من غير ما تكون جزء من الأحداث، يعني كأنك خرجت برا الأحداث. اتفرج واستمتع. مثال آخر: مثل المدبر مع الله كمثل ولد سافر مع والده فساروا ليلا والأب لإشفاقه على الولد يراقبه من حيث لا يراه الولد، والولد لا يرى الوالد للظلمة الحائلة بينهما. والولد مهموم بأمر نفسه كيف يفعل في شأنه، فإذا طلع القمر ورأى قرب الأب منه سكن جأشه وهدأ روعه، لأنه رأى قرب أبيه منه فاغتنى بتدبيره له عن تدبيره لنفسه. كذلك المدبر مع الله لنفسه، إنما دبر لأنه في ليل القطعة فلم يشهد قرب الله تعالى. أيوة، يعني أنت حضرتك مفكر نفسك ماشي لوحدك، لا في حد بيعتني بيك، ولا في حد بيدبر لك، ولا في حد بيرزقك، ولا في حد يعني بيهيئ لك الأمور التي تنفعك، لأنك في ظلام القطيعة. طيب إذا حصل الوصل مع الله عز وجل وصار القلب قريبا من ربه، ستشهد التدبير بقى. طيب أنت مقطوع على الأقل خالص مع القطيعة، مع القطيعة على الأقل، يبقى عندك يقين غيبي بوجود المدبر سبحانه وتعالى. لما يقول لك: وفي السماء رزقكم وما توعدون، تقول: آمنت يا رب. كذلك المدبر مع الله، إنما يدبر
لما دبر لأنه في ليل القطعة فلم يشهد قرب الله تعالى، فلو طلع قمر التوحيد أو شمس المعرفة لرأى قرب الحق سبحانه، فاستحى أن يدبر معه واغتنى بتدبير الله له عن تدبيره لنفسه. يعني اللي مشى في الصحراء ده، اللي يظن أن أبوه سايبه أول ما هيطلع القمر أو تطلع الشمس الصبح سيطمئن وسيغتني بهذا بتدبير والده له عن تدبيره لنفسه. فكذلك الأمر، إذا الواحد رزقه الله شيئا من معرفته وذاق شيئا من قربه، سيستغني بالله عن كل ما سواه. مثال آخر، التدبير شجرة تسقى بماء سوء الظن بالله. يا سلام، يعني كأن الشيخ عايز يقول لك لا يدبر إلا من يسيء الظن بالله تعالى. وثمرتها القطعة عن الله. يعني أنت عايز تسيء الظن بالله وتبقى موصول بالله؟ لا، تسيء الظن بالله فإذا أنت مقطوع عن الله سبحانه وتعالى. إذ لو حسن العبد ظنه بربه لماتت شجرة التدبير من قلبه لانقطاع غذائها. لاحظ هنا شديد ارتباط مسألة التدبير بالإيمان. الإيمان بالله أولا وجودا، الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى وبعلم الله تعالى وبحكمة الله تعالى. فمسألة التدبير مسألة شديدة الارتباط بمقدار الصلة أو شدة وضعف الصلة بينك وبين الله عز وجل. إذ لو حسن العبد ظنه بربه لماتت شجرة التدبير من قلبه لانقطاع غذائها. يبقى إيه اللي يغذي شجرة التدبير؟ إنك مش واثق من ربك، إنك بتقرأ في القرآن كلام زي وفي السماء رزقكم وما توعدون مثلا، مجرد قراية بس، مجرد كلام، لا يجد هذا الكلام في قلبك وقعا. يعني كلام فقط يقرأ بالشفاه لكن في على القلوب أو في القلوب لا ينفذ إلى القلب. وإنما كان ثمرتها القطعة عن الله، لأن من دبر لنفسه فقد اكتفى بعقله ورضي بتدبيره واحتال على وجوده، فعقوبته أن يحال عليه وأن يمنع واردات المنن أن تصل إليه. يعني أنت حضرتك الآن علشان تكون موصول بالله سبحانه وتعالى، نتيجة هذا الوصل بالله سبحانه وتعالى إن يكون في حاجة اسمها الواردات. إيه الواردات دي؟ الواردات هي معان تلقى في قلب المؤمن فيزداد يقينا بالله عز وجل. الواردات دي ممكن تبقى فتح لفهم، علشان كده هناك ارتباط وثيق بين الفهم والعلاقة بالله سبحانه وتعالى. أما ربنا يقول ففهمناها سليمان، إذن هناك علاقة بين الفهم والعلم والاستيعاب والعطاءات الإلهية. هذه الواردات قد تكون فهم لبعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لبعض آيات القرآن، فهم لبعض حكم الله في الكون، فهم لنفسك
إن ربنا يفهمك نفسك، فهم لمن حولك، فهم للأحداث التي تدور حولك، فهم لكتاب تقرأه، كل دي واردات. طب حضرتك أفلي حنفية الواردات ديت بسوء الظن بالله والاعتماد على العقل المجرد؟ يبقى حضرتك هتحضر كتير وتقرأ كتير وتعامل كتير، لكن سبحان الله مفيش فتح، مفيش توفيق، مفيش نور. معلومات كتير وبيتكلم ما شاء الله، ايه ممكن يقعد يتكلم 6 ساعات لكن الكلام ما فيهوش فتح، ما فيهوش نور. هذه الواردات من آثار الاتصال بالله سبحانه وتعالى. علشان كده المشايخ بينصحوا دائما بأن الواحد يكون دائما موصول مش مقطوع. موصول بماذا؟ بالذكر. موصول بالذكر الدائم، لسانك على طول شغال، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، علشان حنفية الواردات لا تنقطع. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. يعني أنت ممكن بعضكم يكون أفهم للكلام اللي أنا بشرحه مني، أو ممكن بعضكم يأخذ مني معلومة فربنا يفتح عليه بهذه الكلمة التي قلتها 20 معنى لم يرد على بالي أصلا. رب مبلغ أو عام سامع. عشان كده النبي يقول إيه؟ أدوا الكلام كما هو، كلامي كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أدوه كما هو دون زيادة ولا نقصان. فأنت ممكن تكون أي نعم أنت اللي سمعت الكلام الأول، لكن اللي أنت هتوري له الكلام أو هتودي له الكلام يكون أفقه منك. طب ده بيعتمد على إيه؟ على الفتح، الفتح الإلهي، الواردات الربانية. الواحد يسمع يقرأ آية ربنا يفتح له من هذه الآية معنى أو اثنين، واحد يقرأ آية ربنا يفتح له فيها علوم، مش معنى واثنين وعشرة، لا علوم 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 علوم، مش معنى ولا اثنين. واحنا بنشوف دوت في صورة مصغرة لما بنقرأ مثلا في بعض التفاسير، تفاسير أسيادنا المشايخ. أنت الآية قرأتها قبل كده 20 30 100 مرة 200 مرة، ولا ورد على ذهنك المعنى اللي ذكره الشيخ المفسر، وتلاقيه بيستنبط من الآية ما لم تكن تتخيله من استنباطات فقهية وعقدية وكذا وكذا. ده أبسط مثال، هذا أبسط مثال ممكن يضرب يعني عشان تبقى العملية قريبة. سيدنا الشيخ الشعراني رحمه الله له كتاب لطيف فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم. من أين أتت هذه الأسرار والعلوم؟ من الواردات الربانية. الواردات يعني المعاني التي يلقيها الله عز وجل على قلب عبده. طبعا المريد أو العبد لما بيرد على قلبه معنى المفترض أنه لشيخ، وبيعرض هذه المعاني التي ترد على قلبه على شيخه، لأنه في البداية ما بيقدرش يفرق بين واردات الرحمن وواردات الشيطان أو وساوس الشيطان، لحد ما يتعلم الفرق بينهم، لأنه مجال كبير لبرضه للتلاعب، لتلاعب الشياطين بالإنسان. عشان كده قال لك لازم لازم يكون في حد بيسلك بيك وهكذا. فالمهم
فعقوبة المدبر، عقوبة المدبر قطع الواردات. ليه؟ لأنه ساء ظنه في الله عز وجل. مثال آخر: مثل المدبر مع الله كعبد أرسله السيد إلى بلد ليصنع له بها قماشا، فدخل العبد تلك البلدة فقال: أين أسكن ومن أتزوج؟ فاشتغل بذلك وصرف همته لما هنالك، وعطل ما أمره به السيد حتى دعاه السيد إليه، فجزاؤه من السيد أن جازاه القطعة وجود الحجبة. قال له: خلاص أنت، أنا بعتك عشان تعمل لي شغلانة، المهمة الأساسية إنك تعمل الشغلانة ديت، عايز جنبها بقى تسكن كويس، عايز جنبها تتجوز ماشي، لكن مش ده اللي أنت رايح له. فهو انشغل بحاجات فرعية ونسي الأمر الإيه؟ الأمر الأصلي. طيب هل شخص زي دوت ممكن أنت تعتمد عليه في مهمة بعد كده؟ لا، لما يكون عندك مهمة هتشوف حد تاني، لأن فلان دوت أضاع الأمانة ولم يقم بالمهمة في المرة الأولى. طيب إحنا هنا في هذه الدنيا موجودين ليه؟ مهمتنا الأساسية هي إيه؟ هي أن نرضي ربنا سبحانه وتعالى. أوجدنا الله لهذه المهمة، أن نرضي الله عز وجل بكافة ألوان وصور ما يرضي الله تعالى. طيب انقطعنا عن هذا واشتغلنا لنفسنا بقى ونسينا، اشتغلنا للدنيا، فإيه اللي يحصل؟ الحجاب، القطيعة. فجزاؤه من السيد أن جازاه القطعة وجود الحجبة لاشتغاله بأمر نفسه عن حق سيده. كذلك أنت أيها المؤمن، أخرجك الحق إلى هذه الدار وأمرك فيها بخدمته وقام لك بوجود التدبير منه، أنت ما عليك إلا أن تتوجه إلى ربك بالعبادة والذكر وطلب العلم وقراءة القرآن وإرضاء الله في نفسك وفي الناس، وأمورك هتمشي. فالعبد ترك مهمته وراح يزاحم ربنا سبحانه وتعالى في مهمته، وأراد أن يدبر مع الله. فإن اشتغلت بتدبير نفسك عن حق سيدك فقد عدلت عن سبيل الهدى وسلكت مسلك الردى. المسلك غير السديد. مثال آخر: مثل المدبر مع الله والذي لا يدبر كعبدين للملك، ما أحدهما فمشتغل بأوامر سيده لا يلتفت إلى ملبس ولا مأكل، بل إنما همته خدمة السيد، خدمة السيد. يعني هو مش شايل هم هشتري اللبس إزاي، ويا ترى بقى العيد جاي هشتري إيه لأولادي، ومش عارف هو إيه، ودخلة المدارس. أنت اعمل اللي عليك وبس، يعني التفت لمهمتك أنت فقط. فأغفله ذلك عن التفرغ لحظوظ نفسه. وعبد آخر كيفما طلبه سيده وجده في غسل ثيابه وسياسة مركوبه وتحسين زيه. واحد تاني كل ما سيده يبعث له يلاقيه شغال في الحاجات اللي المفروض غيره يعملها، أو الحاجات اللي المفروض هو سيده مرتب له إن هي تتعمل من حد تاني. العبد الأول أولى بإقبال السيد من العبد الثاني المشتغل بحظوظ نفسه ومهماتها عن حقوق سيده. إذا حضراتكم فهمتم هذه الأمثلة هتعرفوا لي في عباد من عباد الله سبحانه وتعالى سبقوا وسميناهم الأولياء الصالحين والصديقين، وفي عباد تانيين رغم إن هم بإيدين ورجلين وعارفين أوامر الله ورسوله جيدا لكن تخلفوا وتأخروا. إيه الفرق؟ إن في عبد اشتغل بمهمته التي وجد فيها وركز، واحد تاني مركزش، شوية يشتغل في خدمة سيده ويؤدي الوظائف بتاعته، وشوية يشتغل لنفسه مدبرا ومتفكرا ويشيل الهم، هم الدنيا وهم الآخرة وهم أولاده
وهم جيرانه ويا ترى هعمل ايه وكده. والعبد انما اشتري للسيد لا لنفسه. كذلك العبد البصير لا تراه الا مشغولا بحقوق الله ومراقبه اوامره عن حاب نفسه ومهماتها. فلما كان كذلك قام له الحق سبحانه بكل امره وتوجه اليه بجزيل عطائه لصدقه في توكله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله كافيه. والغافل ليس كذلك، لا تجده إلا في تحصيل أسباب دنياه وفي الأشياء التي توصله إلى هواه، قائما بوجود التدبير من نفسه لنفسه، محالا عليها، مقطوعا بها عن وجود حسن الثقة وصدق التوكل. يبقى هذا العبد المقطوع لو أحسن ثقته في الله وصدق في توكله على الله لا بلغ المراتب العالية التي لا تحجبه عن الله سبحانه وتعالى، لكنه لما اشتغل بما ليس من شغله واهتم بما ليس من مهمته انحجب. عشان حضراتكم تعرفوا انه مش كل شغل محبوب، ممكن الواحد يشتغل لكن بالعكس، يعني ممكن الواحد يبقى بيشتغل كتير بيتحرك كتير لكن غلط، في الاتجاه الغلط، في الاتجاه الغلط. يعني يا فرحتي ما شاء الله ما بيعودش ما بيونش، عشان كده قال لك الفاسد الكسول أحسن من الحمار الشاطر. يا فرحتي عملت تلف وتدور وراح يمين ورايح شمال بس شغال غلط. فمش كل حركة محمودة، لازم تكون الحركة في الاتجاه الصحيح. مثال آخر، مثال التدبير مع الله كالظل المنبسط في عدم استواء الشمس، فإذا استوت الشمس فني ذلك الظل المنبسط حتى لا يبقى منه إلا بقية رسم لا تمحوه المقابلة. يعني أنا عندي ظل، عندي ظل، ليه في ظل؟ لأن مكان لم تصل إليه الشمس. طب إذا جت الشمس خلاص محي هذا الظل. كذلك شمس المعرفة إذا قابلت القلوب محت منها وجود التدبير. زي كده الشمس لما تيجي تمحو الظل، كذلك شمس معرفة الله تمحو ظل الحجاب عن الله عز وجل. محت منها وجود التدبير إلا بقاء رسم من تدبير العابد أبقي فيه لتجري عليه التكاليف. بقاء رسم يعني تدبير ظاهر، يعني مجرد الحركة التي لا تدبير فيها، مجرد السعي، والسعي ده هو الإيه الرسم. يعني الغافل سيرى السعي تدبير، والحقيقة أنه ليس من التدبير ولكنه رسم تدبير، يعني ظاهره تدبير. طب باطنه، باطنه على حسب قلب العبد. عشان كده احنا قلنا في بداية الحلقات انه في الظاهر لا فرق بين العبد المدبر والعبد الذي اسقط التدبير. الاثنين راكبين سيارة، الاثنين راكبين الباص، الاثنين رايحين الشغل، الاثنين بيربوا اولادهم، حياتهم شكلها من بره واحد لكن القلوب مختلفة. إلا من أتى الله بقلب. فالقلوب هي محل نظر الله سبحانه وتعالى. فواحد يتحرك لكنه مغموس في هذه الحركة،
واحد بيتحرك لكن جسده بس اللي بيتحرك، لكن قلبه مع الله. فلذلك قال لك هنا إيه؟ قال لك رسم من تدبير العبد أبقي فيه لتجري عليه التكاليف. مثال آخر، مثل المدبر مع الله لنفسه كرجل باع دارا أو عبدا. ثم بعد المبايعة وإثباتها، بعدما وثقنا العقود، جاء البائع للمشتري فقال له لا تبني فيها شيئا، خلاص بعت، جاي تتحكم في حاجة أنت بعتها ليه؟ أو اهدم منها بيت كذا، أو افعل فيها كذا. أو جاء البائع ليفعل ذلك بعد ما باع بيته، جاي هو عايز يبني فوقيه، أو جاي عايز يعلق لوحة أو يغير الدهان، أمر عجيب. ده خلاص بعت، اهمت بقى وسيب صاحب البيت هو اللي يتصرف. فيقال له أنت قد بعت وليس لك بعد البيع تصرف فيما بعته، إذ ليس بعد المبايعة منازعة. وقد قال سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأنت بعت نفسك لله عندما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا دع المشتري يتصرف وهو الله عز وجل. فعلى المؤمن أن يسلم نفسه لله ومن تسب إليها لأنه أنشأها ولأنه اشتراها. ومن التسليم ترك التدبير لما أنت له مسلم كما بينا. وأما الرزق فمثال رزق العبد في هذه الدار كمثل سيد قال لعبده الزم هذه الدار قائما فيها بخدمة كذا، فلم يكن السيد يأمره بذلك إلا وهو يطعمه ويكسوه ويقوم له بوجود الكفاية ولا يهمله من الرعاية. يعني واحد اشترى دار جاب فيها عبد، قال له انت بس اقعد روق وأكلك وشربك هيجي لك لحد عندك، اقعد بس انت كده ايه في الدار، اخدم فيها، افعل ما أقول لك وهكذا، وأكلك وشربك علينا. كذلك العبد أمره الله في الدنيا بالطاعة والموافقة وضمن له وجود القسمة. وجود القسمة يعني نصيبك من الأرزاق، وجود القسمة يعني نصيبك من الرزق سيأتيك، نصيبك من الرزق سيأتيك. فليقم العبد بخدمته، فإن السيد قائم عليه بمنته. يعني طول ما أنت بتخدم، طول ما أنت بتخدم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يوالي عليك مننه. طالما وفيت بشرطه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وأمر أهلك بالصلاة، وأمر لك بالصلاة. شوفوا الآية واضحة وصريحة إزاي، عشان ما تجيش النواشز هذا العصر يقول لك، تقول لك لا جوزي ما يقوليش اعملي وما تعمليش، لا انت مسؤولة من زوجك شرعا، من واجبه أن يأمرك بالصلاة والصيام والصدقة وكف الأذى عن الناس. يعني الستات المؤذية دي ليه مؤذية؟ ليه مؤذية؟ بيؤذوا خلق الله ليه؟ بيخربوا بيوت بعض ليه؟ لأنها ببساطة ما لقيتش راجل يأمرها وينهاها. ما فسدت إلا لعدم وجود راجل حقيقي. لو لقيت راجل محترم ما تبقاش كده مع قرابة كده وتقعد تخرب في بيوت الناس. هذا واجب عليه،
وواجب عليك انك تعينيه على طاعة الله. لما يقول لك افعلي كذا تقول له حاضر ربنا يذكرني، يلا عشان نصلي الفجر، طيب حاضر انا قايم اهو. يبقى كلمة طيبة، إعانة على الطاعة، مش سيبني في حالي، مش من حقك، مش عارف إيه شغل شغل النشوز ده، مش عايزينه يا أخوان. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. يبقى ده الواجبات ربنا حددها، الواجبات ربنا حددها. إيه الواجبات؟ إنك تطيع الله في نفسك وما جعل الله لك عليه ولاية. أنت كرجل لك ولاية على زوجتك، لك ولاية على أولادك، خلاص يبقى تطيع الله في نفسك وما جعل الله لك عليه ولاية. ظبط المساحة دي، عشان كلنا بنشتكي الدنيا بايظة الدنيا خربانة، الدنيا بايظة الدنيا خربانة. ما احنا لو كل واحد فينا ظبط المساحة بتاعته مش هتبقى بايظة ولا خربان. هي الدنيا عبارة عن قطع بازل، لو كل واحد فينا ضبط مساحته محدش هيشتكي. لكن احنا كلنا سايبين انفسنا ومركزين مع الاخرين، ونظن بانتقاداتنا للاخرين ان احنا قمنا بواجبنا. الحمد لله، طالما انا فشيت غلي واتكلمت على الناس الوحشين يبقى انا كده الحمد لله عملت اللي علي. لا، فكل واحد يصلح ما اقامه الله فيه. ده واجب الايه؟ ولي الامر. ولي الامر هنا معناها الولي على اهله، الرجل في اهله ومع اولاده، او صاحب الشركة في شركته، أو صاحب المصنع في مصنعه، أو رئيس القسم في قسمه، أو مدير مش عارف كذا في إدارته، أو المحافظ في محافظته. كل واحد ربنا مديله مساحة يتحرك فيها واداله صلاحيات. الصلاحيات دي انت ربنا مديها لك ليه؟ عشان تنازع الله في ملكه، عشان تبقى شريك لله في ملكه، ولا علشان تعين الخلق على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا علشان تعبد الله فيما أقامك الله فيه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر عليها معناها إنك عندما يكون لك ولاية الأمر محتاج مجاهدة وصبر، الأمر محتاج مجاهدة وصبر. التربية عايزة وقت وصبر وجلد، وتقول مرة واثنين وتتابع وتصبر على سوء الخلق وسوء الفعل وسوء التنفيذ، وهتشوف كتير. لازم تبقى موطن نفسك على هذا، مع أولادك، مع زوجتك، مع عمالك، مع أصحابك، مع أي حد أنت ربنا لك عليه ورجع الله لك عليه ولاية. يبقى واصطبر عليها، هتبقى موجه للخلق، يبقى اصطبر. لا نسألك رزقا، يبقى دي المهمة، دي المهمة اللي ربنا قال لك عليها. هتيجي بقى أنت تفكر تقول لك أصل أنا والله مش فاضي لزوجتي ولا لأولادي لأني مشغول بكذا. ايش انت اسعى، لكن لا تهمل واجبك الرئيسي. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقد تقدم بيانه. مثال آخر، مثل العبد مع الله في هذه الدنيا كالطفل مع أمه، ولم تكن الأم لتدع ولدها من كفالتها ولا أن تخرجه عن رعايتها، كذلك المؤمن مع الله قائم له الحق بحسن الكفالة، فهو سائق إليه المنن ودافع عنه المحن. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة معها ولدها فقال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها. يبقى اعرف يا أيها العبد
أنك من عيال الله. الخلق كما ورد في بعض الآثار، الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، والعيال هنا معناها أن الله يعولهم ويتكفل بشأنهم ويقوم على رعايتهم. فأنت عيل عند ربنا سبحانه وتعالى، الله عائلك ولن يضيعك. مثال آخر، مثل العبد في الدنيا كمثل عبد قال له سيده اذهب إلى أرض كذا وكذا وأحكم أمرك بأن تسافر من تلك الأرض في برية كذا وخذ أهبتك وعدتك، فإذا أذن له السيد في ذلك فمعلوم أنه قد أباح له أن يأكل ما يستعين به على إقامة بنيته ليسعى في طلب العدة وليقوم بوجود الأهبة. كذلك العبد أوجده الحق سبحانه في هذه الدار وأمره أن يتزود منها لمعاده فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمعلوم أنه إذا أمره بالزاد للآخرة فقد أباح له أن يأخذ من الدنيا ما يستعين به على تزوده واستعداده وتأهبه لمعاده. يعني أنا كلفتك بمهمة وقلت لك اذهب من القاهرة إلى الإسكندرية في أداء هذه المهمة. أنت موظف مثلا عندي في الشركة وقلت لك إيه، روح من القاهرة إلى الإسكندرية وهذا المشوار مثلا هتعمله في يوم أو يومين واعمل كذا كذا كذا. مفهوم ضمنيا إنك هتحتاج تأكل، هتحتاج تشرب، هتحتاج تصلي، هتحتاج تستحمى، في احتياجات أساسية. فهذه الأمور أنت مش محتاج فيها إنك يعني، فأنت هتعمل هذه الأمور تلقائيا لكن بالمقدار الذي لا يأخذك عن مهمتك الأساسية. فلذلك أباح الله لنا السعي على الأرزاق، أباح الله لنا الحركة والسعي في الأرض، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فأنت بتسعى بالمقدار الذي يبقيك ويعينك على أداء المهمة التي أراد الله لك أن تفعلها وأن تقوم بها. قال لك تزود، ما قال لك شو تتزوجش، لكن قال لك خير الزاد التقوى. اعرف ان في زاد احسن انت جاي له، هو ده مهمتك. الشيخ هنا بيقول لنا، عايز يقول لنا في المثال ايه؟ الشيخ هنا يريد ان يقول انه لا ينافي التدبير السعي على الارزاق، لانك مأمور بطاعة الله وأنت تحتاج إلى الطعام وإلى الشراب الذي به تستعين على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينافي التدبير. لكن متى يتعارض هذا مع التدبير؟ إذا شغلك هذا عن الله، إذا شغلك هذا عن أداء المهمة التي جئت من أجلها. مثال آخر، قال مثل العبد مع الله كمثل سيد له بستان أمر عبده أن يكون فيه غارسا وزارعا وقائما بمصلحته، فإن كان ذلك العبد حين أمر بذلك قام بما طلبه السيد منه لا يخرج عنه، فليس للسيد أن يلومه ولا منع إياه من أكله من ذلك البستان، فإنه إذا أكل منه عامل فيه، لكن على العبد أن يأكل ما يستعين به على الخدمة وألا يأكل أكل التمتع والتشهي. إذن الله عز وجل أنزلنا على هذه الأرض فيها المزارع فيها البساتين، ما شاء الله المية بتنزل في الأرض وتخرج لك ألوان وطعوم مختلفة. الواحد أحيانا يروح يشاهد كده الفواكه ذات الألوان والطعم المختلفة ويقول سبحان الله، يعني هي الأرض هي المية ومن أين يأتي هذا الطعم؟
من أين يأتي هذا الطعم وهذا اللون؟ من أين؟ الله أعلم. سبحان الله، أمور عجيبة. طبعا لها تفسير علمي لا شك يعني، لكن التفسير القريب للمسألة أو معرفة العلة القريبة لا ينفي أو لا يجعلنا نغفل عن العلة البعيدة. القصد إنه الدنيا مليانة أمور جميلة، فربنا قال لك انزل واعبد، وهذه البساتين كلها أنت ستعمل فيها وتخدم فيها، فلا مانع إنك تأكل منها بالمقدار الذي لا يأخذك عن خدمة مولاك كما أشرنا قبل ذلك. الشيخ هنا لو تلاحظوا هتلاقوه بيأكد على المعنى مرات وكرات، لأنه ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. طيب، قال مثال آخر: مثل العبد مع الله كمثل ولد غرس غرسا كثيرا وبنى ربعا كبيرا، فقيل له: لمن فعلت هذا؟ فقال: لولد عساه أن يحدث لي. إذن كمثل والد، كمثل والد وليس ولد. مثل العبد مع الله كمثل والد غرس غرسا كثيرا وبنى ربعا كبيرا، بنى ربعا كبيرا، الربع الدار الكبيرة. فقيل له: لمن فعلت هذا؟ فقال: لولد عساه أن يحدث لي. زي احنا بنعمل كده، الواحد يبني بيت وهو لسه متجوز أو عنده يدوب ولد واحد، يقول لك عشان لما أخويه أو علشان لما أولادي يكبروا يتزوجوا يلاقوا مكان يتزوجوا فيه، فهيأ للولد ما يحتاج إليه قبل كونه حبا منه فيه. أفترى إذا أعد له الأب قبل وجوده أمنعه إياه بعد وجوده؟ يعني أنت لو أنت في الموقف ده وبنيت البيت وابنك خلاص عامل حسابه في شقة من البيت عشان يتزوج فيها، هل ممكن بعد ما ابنك يكون محتاج لهذه الشقة وخلاص على وشك الزواج تقول لا مش هديها لك؟ أنت خلاص هيأتها له قبل وجوده، فبالتالي إذا احتاجها في وقت ما مش هتمانع، ده تلقائي يعني. كذلك العبد مع الله هيا له الحق سبحانه المنة من قبل أن يدخله في هذه الدار. ربنا هيأ الأرض لتكون صالحة ليعيش عليها العبد، ليعيش عليها الإنسان من قبل أن يدخله في هذه الدار، لأن المنة سابقة لوجودك إن فهمت. ألا ترى أنه سبق عطاؤه إياك وجودك ومنته عليك قبل ظهورك، إذ هو أعطى في الأزل قبل أن يكون العبد ويكون منه عمل. يعني أنت لسه ما بنش منك حاجة، لا طاعة ولا معصية ولا أي شيء، ومع ذلك هيأ لك في هذه الأرض أمور عجيبة، أمور عجيبة. إذ هو أعطى في الأزل قبل أن يكون العبد ويكون منه عمل، فما قسمه لك في الأزل وادخره لك ليس بمانعه عنك. يعني مش معقول ربنا قبل ما أنت تيجي يكون مهيئ لك الأرض، وبعدين لما تحتاج الرزق يقول لك لا مش هديك الرزق. لا، فأنت لابد أن تكون واثقا يا أيها العبد من أنك هيئ لك الأمر قبل أن تأتي، وبالتالي إذا احتجت إلى شيء سيعطيه الله لك، فعليك أن تهدأ. فما قسمه لك في الأزل وادخره لك ليس مانعه عنك، أي يهيئ لك قبل الوجود ويمنعك لما وجدت، هذا لا يكون. مثال آخر، قال: مثل العبد مع الله كمثل أجير
أتى به ملك إلى داره وأمره بأن يعمل له عملا. واحد نجار مثلا، أتيت به إلى دارك علشان يعمل لك مثلا مكتبة أو شيء، فما كان الملك ليأتي بالأجير ويستخدمه في هذه الدار ويتركه من غير تغذية، يعني هيقدم لك كوباية شاي على الأقل، وقت الغداء هيقول لك يعني هيجيب لك الغداء. إحنا بنعمل كده، العادة كده حتى الآن، العادة كده لما تجيب عمال يشتغلوا عندك في البيت والشغل بتاعهم يبقى طول النهار، غداهم بيبقى على صاحب البيت، يبقى عامل حسابهم في الأكل والشرب والشاي طول ما هم شغالين في حاجتك. فما كان الملك ليأتي بالأجير ويستخدمه في هذه الدار ويتركه من غير تغذية إذ هو أكرم من ذلك. كذلك العبد مع الله، فالدنيا دار الله، والأجير هو أنت، والعمل هو الطاعة، والأجرة هي الجنة. ولم يكن ليأمرك بالعمل ولا يسوق لك ما به تستعين عليه. الشيخ هنا لاحظ، أما نديك أمثلة عشان يطمنك، يقول لك يعني المسألة يعني سهلة، مسألة سهلة وبسيطة ورزقك مضمون، فأنت ما تبقاش بقى شغال لو أنت أجير مثلا وخلاص، طالما العرف جار على هذا، طالما العرف جار على هذا إنك والله تبقى قلقان، والله وقت الغدا يا ترى هيجيب لي الغدا ولا لأ، يا ترى لما أروح أشتغل عنده هيبقى فيه شاي ولا لأ، لأن أنا بحب أشرب شاي كذا كذا، وبعدين تقعد تفكر في الموضوع دوت بحيث تنشغل به عن عملك الأساسي. فيجي وقت الغدا والراجل جايب لك الغدا يقول لك انت ما بتشتغلش ليه؟ تقول له اصلا انا كنت خايف احسن ما جبليش الغدا. شوفوا المثال عامل ازاي. فكذلك الامر يا اخوان، فكذلك الامر. مثال اخر، مثل العبد مع الله كمثل ضيف نزل على ملك كريم. في داره. فسقن على ذلك الضيف ألا يهتم بمأكل ولا مشرب. أنت دلوقتي واحد عزمك وقال لك يا أخينا تعالى هتشرفنا، عندنا عزومة، عندنا فرح، عندنا وليمة. فهل في حد مننا بيبقى رايح وليمة وعمال يفكر يا ترى الأكل اللي موجود إيه، ومنشغول لدرجة إن لما حد يجي يكلمه يبقى سهتان كده ومش مركز في الكلام؟ ولا يدوب هي فكرة بسيطة بتجيلك وتدفعها تقول خلاص يعني أكيد يعني لما هيجي وقت الغدا هنتغدى، حتى لو انت رايح جعان وعامل حسابك ان الوليمة فيها طعام وما لذ وطاب وكذا فانت مطمئن، جرت العادة بهذا، جرت العادة بهذا. فكذلك الأمر، فكذلك الأمر. يقول الحق على ذلك الضيف ألا يهتم بمأكل ولا مشرب، لأنه إن فعل ذلك كان تهمة للملك وسوء ظن منه به. وقد تقدم ذلك من قول الشيخ أبي مدين رضي الله عنه، كذلك الدنيا دار الله والعباد فيها ضيوفه، ولم يكن سبحانه ليأمرنا بالضيافة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون لها تاركا. فالمهتم فيها بمأكل ومشرب ممقوت في نظر الملك. يعني انت رايح لواحد ضيف عامل عزومة، فانت كل شوية تقول له يا ترى في أكل ولا مفيش، يا ترى هنعرف نتغدى ولا مش هنعرف، فانت عمال
طبعا ده يعني من قلة الإيه؟ من قلة الأدب. فكذلك الأمر مع الله عز وجل، فالمهتم فيها بمأكل ومشرب منقوط في نظر الملك، إذ لولا شكه في الله ما كان يهتم بشأنه. أنت لو رحت لواحد عامل عزومة أو وليمة وسألته قلت له يا ترى إحنا أنت عامل حسابي في الأكل ولا لأ؟ هيعتبرها إهانة، هيعتبرها إهانة، لأنه طالما عزمك يبقى عامل حسابك، هو مش بخيل للدرجة دي يعني. حتى لو هو بخيل هيزعل، يبقى عامل حسابك، لكن ممكن يكون الأكل قليل شوية مثلا، لكنه عامل حسابك. والله عز وجل أكرم الكرماء. هذه الأمثلة كلها يا أيها الإخوة الكرام، أعتقد أنها تعيننا على فهم مسألة التدبير التي تحدثنا عنها من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى آخره. الأمثلة كثيرة، نستكملها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. المرة القادمة نستكمل الأمثلة، المرة التي بعدها ربما نختم الكتاب إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلّى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في حالة إن الأم هي اللي هتتحمل مسؤولية الأولاد كلها ماديا، إزاي تقدر الأم تخلي أولادها ما يقلقوش من الرزق، وخصوصا الفقراء كتير وقلقانين، إحساسها بيوصل لهم يا أستاذة. قلق الأم بيوصل للأولاد، أنت الترمومتر. والأب إذا كان موجود هو الترمومتر، يعني لو هو قلقان هيوصل قلقه لزوجته، هيوصل قلقه لأولاده. هي لو قلقانة بيوصل لأولادها الإحساس ده فبيقلق، لكن لما يشوفوكي مطمئنة ما بتتخضيش ما بتتهزيش، مطمئنة لفعل الله سبحانه وتعالى ورزق الله وتقدير الله وتدبير الله حقيقة، فالإحساس ده بيوصل للأولاد لا شك. والأحاسيس بتعدي، زي بالظبط لما يبقى في حد جنبي بيعيط ومتألم، ممكن تلاقي لنفسك على الأقل خالص زعلت أو بكيت مثله، واحد سعيد بيضحك تضحك مثله. طيب لو الحد ده بقى أنا حد أنا متعلق بيه زي الأب والأم والزوج، أتشك إن التأثير هيكون أقوى. فالتربية مهمة جدا جدا جدا. إحنا ممكن نربي أولادنا على الجشع أو على القناعة، نربي أولادنا على الرضا أو على التسخط، ممكن نربيهم على إسقاط التدبير أو التدبير، من خلال اللي بيشوفه مننا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. فحضرتك شوفي نفسك الأول، يعني اضبطي النسب عندك أنت الأول، وستجدين هذا إن شاء الله فيهم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، العصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بنعزي أخونا البشمهندس أيمن على وفاة والده، ونسأل الله أن يرحمه وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.